ثورة الروبوتات قادمة لا مخلة. هذه الأجهزة الآلية المتحركة باتت حديث الساعة ووجهة جميع الشركات التكنولوجية، لا بل بات انتشارها موجوداً في شتى القطاعات والمجالات، حتى أنها في بعض الأماكن أو المصانع باتت مغوضة للعمال. لم تعد الروبوتات مجرد ماكينات عادية مبهرة الشكل فقط، بل كذلك جزءاً من منظومة أكبر اسمها المدن الذكية. وهناك بعض الشركات التي باتت تعتمد اعتماداً شبه تاماً على الروبوتات في تشغيل وإدارة المصانع والمخازن. وهناك أسباب كثيرة تدفع هذه الشركات إلى التحول الآلي، لعل أبرزها تقليص تكاليف العمالة وزيادة القدرة التنافسية من خلال تعزيز الكفاءة الإنتاجية وفعاليتها، إضافة إلى تقليص الأخطاء الناجمة عن الأخطاء البشرية أو عدم استقرار الموظفين. فالروبوت في المعدل ينتج أضعافاً ما ينتجه الإنسان، ولا يتطلب إجازة، وليس لديه حقوق ترهق كاهل الشركة. وجاءت دراسات وتقارير كثيرة سلطت الضوء على التأثيرات التي ستحدثها التطورات التكنولوجية اللافتة من حولنا على أسواق الوظائف والعمل بتنبؤات مثيرة للاهتمام. فمنها من قالت إن 80% من وظائف المستقبل لا وجود لها اليوم، وأخرى توقعت بأن تقوم الآلات الذكية بإنجاز أكثر من نصف الوظائف الحالية في العالم خلال العقدين المقبلين. الروبوت اليوم أصبح يقوم بمهمات معقدة لم نكن نتخيل أن يقوم بها أحد غيرنا نحن البشر. فهل ستكون هذه بداية لثورة صناعية جديدة تهدد مستقبلنا المهني؟